أهلا بكم بمحاضرة جديدة من كورس التصميم على برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم ستوري احترافي باستخدام برنامج وورد. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية لابد أنه نغير حجم الورقة بنفس حجم الستوري، وطبعا حجم الستوري المعروف هو 16×9 سنتيمتر. فنذهب إلى قائمة تخطيط الصفحة، ومن ثم الحجم، وطبعا أحجام الورق الإضافية راح يكون العرض هو 9 والارتفاع راح يكون 16، ومن ثم موافق. الآن راح نضيف الخلفية أو الباكجراوند الخاص بي الستوري من خلال إدراج صورة. طبعا راح يتم إرفاق هذه الصور مع هذه المحاضرة. نختار الصورة الأولى، وطبعا من ثم كليك أيمن على الصورة، ومن ثم نختار خلف النص. راح نكبر الصورة بحيث تكون على كبر الورقة. الخطوة التالية هي تفريغ الصور بحيث تكون الصورة بالستوري مفرغة. وطبعا حتى نفرغ الصورة مهما كان شكلها ومهما كانت لون الخلفية، راح نستخدم موقع يعتمد الذكاء الصناعي بتفريغ الصور. وحتى نفرغ الصور من خلال هذا الموقع، راح نذهب إلى جوجل وراح نكتب تفريغ الصور أونلاين. طبعا هنالك العديد من المواقع اللي تفرغ الصور بشكل أونلاين. طبعا من ضمن هذه المواقع هو هذا الموقع. طبعا نضغط عليه، راح يطلب من عندنا أنه نختار الصورة. طبعا راح نختار هذه الصورة حتى نفرغها، وننتظر شوية بين ما يتم التفريغ بشكل مباشر. راح نضغط على تحميل الصورة بشكل مباشر، راح نحمل الصورة. طبعا راح نرجع إلى برنامج وورد، وراح نضيف الصورة إلى الستوري من خلال إدراج الصور. جيد، الآن طبعا هذه هي الصورة اللي تم تفريغها، راح نضيفها، وطبعا راح نكبر حجمها ونضغط عليها كليك أيمن، التفاف النص أمام النص، راح نخليها بهذه المنطقة. طبعا جيد، الآن من خلال إدراج الصور راح نضيف هذا الإكساء حتى ينطي رونق إلى الستوري. طبعا نحدده، ومن تنسيق التفاف النص نختار أمام النص، وراح نكبر حجم الصورة بهذا الشكل. مثل ما نلاحظ تم إضافة رونق جميل إلى الستوري. الآن من إدراج صور راح نضيف هذا الشريط البانر اللي بالأسفل. أيضا من قائمة تنسيق التفاف النص نختار أمام النص، وراح نكبر حجم البانر بهذا الشكل. الآن راح نضيف النصوص بهذه المنطقة، من إدراج مربع نص، رسم مربع نص، راح نرسم بهذا الشكل. طبعا هذا النص وليكن مثلا، راح نغير الفونت إلى مثلا هذا الفونت، وراح نكبر حجم الخط مثلا ممكن بهذا الشكل. وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل راح نلغي التعبئة، والمخطط التفصيلي راح نلغي المخطط التفصيلي، ومن الصفحة الرئيسية راح نختار لون النص أبيض بهذا الشكل. طبعا ونفس النص راح نستنسخه من خلال نضغط على كنترول، نبقى ضاغطين على كنترول، راح نكتب مثلا محمد مثلا بهذا الشكل. راح نكبر النص، وطبعا راح نختار توسيط، وراح نكبر مربع النص، وراح نختار لون مثلا نفس هذا اللون اللي هو أصفر بهذا الشكل. طبعا لا بأس انه نضيف مربع نص او نضيف تعبئة للشكل من خلال تنسيق تعبئة الشكل. اختار مثلا ممكن اللون الأحمر. مثل ما لاحظ أصبح عندنا ستوري جميل ولطيف. طبعا بإمكاننا أن نضيف زر بسيط بالأسفل، مثلا هذا الزر راح نضيفه إحنا أنا مثلا، نخليه بهذه المنطقة طبعا، وممكن أن يكون باللون الأصفر أو الأحمر، وليكن مثلا الأصفر، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. وطبعا هذا النص راح نستنسخه من خلال الكنترول، وممكن نكتب سجل الآن فقط، وطبعا نصغر الحجم، نختار اللون الأحمر الغامق مثلا،
طبعاً بهذه المنطقة. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا ستوري جميل واحترافي بنفس الوقت.